الحاجة نادية. ايوه، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله ازاي تعالى. حضرتك يا أهلا دكتوره؟ أهلا وسهلا يا ست الكل، أهلا انا وسهلا. مبسوطه قوي اني كلمت حضرتك والله يا ربنا يسعد دكتوره، خاطرك، أشكرك. والله يا حبيبي ربنا يبارك لك، منوره آمين، الدنيا كلها يا حبيبتي. ربنا يعزك، ربنا يعزك، شكرا. وبشكر الابن الفاضل اللي رد عليا، ربنا يجازيه عنا الخير يا سيد رب، كده ان سيد شاء الله القبلاوي. يا رب تفضل. يا رب. آمين يا رب. قول لي دكتوره، سامحيني يعني، معلش. لا أبدا، تفضلي يا فندم. انا كنت طبعا بشتغل، وبقالي حوالي 5 سنين اصابني شويه مرض في الدم، الحمد لله يعني رب الله يشفيكي العالمين. ويعافيكي، الله يشفيكي ويعافيكي، الله ف يشفيكي ويعافيكي. بص يعني معاكي يا انا رب. بلاقي مودة من الناس الغريبة، لكني ابني لا يعني، وكان ليه عنده فلوس وكده، هو لا يسأل عليا ولا مثلا يجيب لي علاج ولا يدور عليا ولا يعني زي. انا برضو مش عارفة اقول لحضرتك ايه، لما حد يكلمه يقول سيبونا ربي عيالي، بصلي في رزقي يعني، مش عارفة اقول لحضرتك ايه يعني. انا مش ام، مش ليا حق علي، قولي لي يا دكتور اعمل له حد يقعد معاه، كل بعت له ناس كتير انما اصل دايما. يا حاجة نادية الحنية ما بتتشحتش، يعني الحنية والبر ما بيتشحتوش، لكن هو يتنبه اذا عنده طبعا آذان صاغية للنصيحة للأسف يعني. بس بعت له كذا مرة على الفلوس اللي عنده، أنا محتاجة، أنا ما عنديش، أنت عارف لا عندي دخل ولا معاش ولا أي حاجة، لكني هو يقول لك لا ملهاش، لا مش عارف إيه، لا كده يعني. الفلوس دي خدها ايه يعني، سلف من حضرتك ولا؟ أيوة أنا والله كنت بشتغل طبعا، وجوزت وعملت له شقة والحمد لله، لكني كان فيه حوالي 18,000 جنيه، دول كانوا قلت له دول يعني استلفتهم وانا سددتهم بالنيابة عنه، قلت له دول امانة في رقبتك لما اجوز اختك تديهم لي. لما طبعا انا جوزت اخته وصلني منهم حوالي 13,000، فضل الخمسة. طبعا انا بحتاج علاج وبحتاج مية ونور وغاز وبيت ودنيا يعني، لكني كل ما نبعت له عليهم يقول لا ملهاش ملهاش ملهاش، عايزة أقعد حد معاه، مش عارفة، عايزة يعني مش قابل أي حاجة، أعمل إيه حضرتك؟ أسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه يا ست نادية، ادعي له بالهداية، ما مش هندي عليه عشان ما يزيدش يعني شقاوة أكتر من كده يعني، لأن الواحد اللي أبوه وأمه في الدنيا دول موجودين، بابين وبعدين للجنة مفتوحين. يعني يغلط فيا برضو على طول، وعلى طول يعني يبوق فيا، وعلى طول يعني، فربنا يهدي يا رب بس يهدي هوني واللي على زيه نفسك، وإن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يصلح الأحوال يا رب. ويهديه، والناس الكريمة تدعي له في كل مكان، مشاهدينا الكرام طيبين والطيبات اللي بيشوفونا يدعوا له بالهداية. وحاضر يا ست نادية.